امبارح النواة الكتلة والطاقة. دونك النواة الكتلة والطاقة اون فرونسي نويو وي ماس وي انرجي. نويو ماس انرجي اولا كبيرة. ألف وتسعمية واثناش مغير ها؟ وشنو؟ وشنو؟ ايه واحد يهدر وشنو؟ لا لا 1912 الحماية واخا الحماية دونك غادي نقراو الحماية هنا. لا صحيح 1912 صحيح الحماية نيشان 1912 البرت اينشتاين الى بوستولي سميتو النظريات النسبيه الخاصه ديالو ياك البرت اينشتاين الى بوستولي نظريات نسبيه خاصه ديالو. دونك انطلاقا من هذه النظريه هذه عطانا لا غولاسيون فاموز ديالو العلاقه المشهوره ديالو دونك اللي سميتو نورمالمون كلشي تعرفها ياك علاقه مشهوره او ايكال ام سي كاري. دونك طاقه او طاقه او ايكال ام الكتله فوا سي او كار. وي دونك هذه لا غولاسيون فاموز ديال البرت اينشتاين دونك العلاقه اللي مشهوره بها البرت اينشتاين. دونك او ايكال او هي طاقه وي دونك ام هي كتله و سي بيان سور هي سرعه وي الضوء في صحيح سرعه الضوء في الفراغ. دونك البرت اينشتاين ربط طاقة بالكتلة سوف يدير أي جسم أي دقيقة أي نواة عندها كتلة وبيان سير في حالة سكون صافي. دونك ملي كنقولوا في حالة سكون يعني ما عندهاش طاقة إلا كان شي جسم يتحرك. دونك عنده طاقة كي دايرة حركية. دونك إلا كان جسم كتلة في حالة سكون إلا وعندها واحد الطاقة هاد الطاقة هادي سميتو اللي سميتو طاقة او اللي كنحسبوها ايكال او ام فوا سي او كار. دونك كتلة دقيقة فوا سي او كار. دونك هاد لا غولاسيون فاموز كتربط لينا تك دونك ارتباط مباشر بين الكتلة والطاقة هذا اللي سمينا العنوان التكافؤ كتلة طاقة. دونك هاد العلاقة كتربط لينا الكتلة ديال الدقيقة بالطاقة. إذا هنا إذا كانت عندنا واحد الكتلة اللي كتغير يعني الطاقة شنو غادي دير؟ غادي تغير. دونك إذا كانت عندنا واحد الكتلة اللي كتغير أثناء تفاعل هنا غادي نهضرو على النواة يعني تفاعل نووي يعني تفاعل يتم في النواة صافي. شنو تفاعلات في النواة؟ مثال أنشطة الإشعاعية اللي شنا ألفا بيتا يا جاما. دونك شنو كدير الكتلة ديال النواة شنو كدير؟ كتنقص. دونك حنا غادي نشوفو كيفاش غادي نحسبو هاد الكتلة اللي تنقصت مثال. دونك إن فوا تنقص واحد الكتلة دونك إن فوا تغير كتلة يعني طاقة شنو غادي دير؟ غادي تغير. دونك بيان سور باستعمال هاد العلاقة هادي اللي هي أو إيكالا إم فوا سي أو كار. دونك أولا صغيرة علاقة ألبرت أينشتاين أولا صغيرة علاقة ألبرت أينشتاين ألبرت أينشتاين علاقة ألبرت أينشتاين صافي. دونك توصل ألبرت أينشتاين في بداية القرن العشرين توصل ألبرت أينشتاين في بداية القرن العشرين من خلال نظرية النسبية الخاصة توصل ألبرت أينشتاين في بداية القرن العشرين من خلال نظرية النسبية الخاصة من خلال نسبية نظرية النسبية. قريتوا النظرية في سميتو ولا مازال في الفلسفة؟ نظرية في الفلسفة. إيوا غادي تقراوا نظرية النسبية. دونك نظرية النسبية الخاصة ياك
إلى العلاقة الرابطة بين الطاقة E إلى العلاقة الرابطة بين الطاقة E كبيرة بيان سور لمجموعة في حالة سكون لمجموعة في حالة سكون لمجموعة في حالة سكون بين قوسين في مرجع الدراسة بيان سور في مرجع من نهضروا على السكون ولا ديما بالنسبة للجسم مرجعي في مرجع الدراسة وكتلتها ام وكتلتها ام نقطتين دونك ناخذ او ايغال ام سي او كاري او ايغال ام سي او كاري او ايغال ام سي كاري او ايغال ام سي كاري حيث سي شنو هي سرعة الضوء في الفراغ حيث سي هي سرعة الضوء في الفراغ نكمل هذه الجملة فصلة في الفراغ فصلة دونك حسب نظرية اينشتاين حسب نظرية اينشتاين كل مجموعة كتلتها غير منعدمة كل حسب ألبرت أينشتاين ونظرية ألبرت أينشتاين ولا حسب نظرية أينشتاين كل مجموعة كتلتها منعدمة غير منعدمة بلوتو كتلتها غير منعدمة لها طاقة تتناسب مع كتلتها لها طاقة تتناسب مع كتلتها سي بون دونك نوقفوا علاقة ألبرت أينشتاين وهي علاقة ألبرت أينشتاين E إيكال ماذا؟ M فوا C أو كار دونك قلنا بلي كاين تكافؤ بين الكتلة والطاقة دونك إذا كانت عندنا إذا كان عندنا جسم ياك جسم في حالة سكون صافي عنده هذا الجسم واحد الكتلة دونك هذا الجسم هذا فهو له طاقة مرتبطة باش بالكتلة ديال دونك هاد الطاقة هادي ايكال او كتساوي ام فوا سي او كار دونك الكتلة والطاقة يتكافئان دونك إذا كان عندنا واحد الكتلة صافي دير عندنا واحد الطاقة صافي دونك ماشي بالضرورة حنا حيت كنا نقراو قريتو العام اللي فات الطاقة حركية الطاقة ياك مرتبطة باش بحركة الجسم دونك إذا الجسم يتحرك هنا يعني عنده طاقة حركية دونك نو جسم في حالة سكون إلا عنده كتلة صافي دير عنده طاقة دونك E إيكال M فوا C أو كار دونك إلا تغيرت هاد الكتلة هادي إلا تغيرت الكتلة دلتا M دونك غادي يكون عندي تغير ديال الطاقة بدلتا E اللي كيساوي دونك دلتا M كتساوي دلتا E كتساوي دلتا M فوا C أو كار فهمنا هنا مزيان دونك دلتا E إيكال دلتا M فوا C أو كار دونك تغير الكتلة يصاحبه ماذا يكافئه تغير الطاقة دونك دلتا E إيكال دلتا M فوا C أو كار دونك وي دلتا E هو تغيرت كتلة يعني الطاقة اش غدير؟ إلا تغيرت لنا واحد كنديرو الرمز للتغير دلتا دونك التغير كنرمزو ليه بدلتا دونك إلا كان عندنا تغير لكتلة الرمز ديالو هو دلتا M دونك غادي يكون عندنا تغير للطاقة اللي غادي نرمزو له باش بدلتا E سيتو ياك دونك نكتبو ثانيا صغيرة كنا أولا كبيرة ياك وي دونك درنا اولا صغيره دابا ثانيه صغيره تغير الكتله والطاقه تغير الكتله والطاقه تغير الكتله والطاقه دونك شوفوا عندما تتغير كتله مجموعه عندما تتغير كتلة مجموعة عندما تتغير كتلة مجموعة بمقدار دلتا ام عندما تتغير كتلة مجموعة بمقدار دلتا ام خلال تحول ما عندما تتغير كتلة مجموعة بمقدار دلتا ام خلال تحول ما فصل يكون تغير الطاقة الكتلية لهذه المجموعة يكون تغير الطاقة لهذه المجموعة يكون تغير الطاقة لهذه المجموعة نقطتين دلتا E
حسب علاقة ألبرت أينشتاين دلتا أو شنو غيساوي؟ قلنا دلتا إم فوا مزيان دلتا إم فوا سي أو كار مزيان. دونك دلتا إم فوا سي أو كار وندوزو ثالثا صغيرة، وحدات الطاقة والكتلة. وحدات الطاقة والكتلة دونك هادو هما لي زوتي اللي غادي نستعملوهم حنا في هاد لو كور هذا. دونك العلاقة بين الكتلة والطاقة، وبيان سور الوحدات باش غادي نحسبوا الطاقة باش غادي نحسبوا الكتلة، ياك؟ دونك شنو هي الوحدة العالمية لقياس الكتلة؟ الوحدة العالمية كيلوغرام، صافي كيلوغرام، ياك؟ الوحدة العالمية لقياس الطاقة الجول، صافي الجول. دونك الوحدة العالمية لقياس الكتلة هي الكيلوغرام، الوحدة العالمية لقياس الطاقة هي الجول. في الفيزياء النووية غادي نبقاو نستعملوا وحدات أخرين، دونك وحدة عملية. دونك باغ إكزومبل ديك المرة شتنا الكتلة، باش قسنا الكتلة في الدرس اللي فات شتنا واحد الوحدة جديدة للكتلة. لا ماشي البكري، البكري النشاط إشعاعي. لا ماشي كولوم، الشحنة. راه بينا بلي واحد أو شنو هي هادي؟ بينا بلي واحد أو كتساوي 1.66 في 10 أس ناقص، دونك هاد 67 جو كرو ياك، المهم في 10 أس ناقص وي 66 في 10 أس ناقص 27 كيلو كيلوغرام. أشنو سمينا هادي أو؟ وي يونيتي أتوميك، وحدات الكتلة. دونك في الفيزياء النووية غادي نبقاو نقيسو الكتلة باش بوحدات الكتلة الذرية، صافي. دونك في الفيزياء النووية غادي نقيسو الكتلة بوحدات الكتلة الذرية. بالنسبة للطاقة غادي نقيسوها بالإلكترون فولت أو الميجا إلكترون فولت. دونك وحدة لقياس الطاقة غادي نقيسوها بالإلكترون فولت أو لا ميجا إلكترون فولت. دونك أول حاجة بعدا واحد ميجا إلكترون فولت. ميجا، ميجا هي 10 أس شحال؟ لا 10 أس 6، دونك هي 10 أس 6 إلكترون فولت. دونك هذا بالنسبة للميجا إلكترون فولت. دونك واحد ميجا إلكترون فولت هي 10 أس 6 إلكترون فولت. كيفاش غادي وشنو هما كيفاش غادي يكونوا كيفاش غادي نحسبوا هاد الطاقة بميجا إلكترون فولت؟ هادشي غادي نخليوه في التطبيق، صافي؟ غادي نخليوه في واحد التطبيق غادي نديروه من بعد. دونك عندنا واحد ميجا إلكترون فولت هي 10 أس 6 إلكترون فولت. عندنا علاقة بين سميتو بين إلكترون فولت والجول. دونك نكتبوا سميتو، نعطيكم لا غولاسيون هي واحد إلكترون فولت هي 1.6، نعطيكم كاع لي سميتو كات نيميرو 0.218 في 10 أس ناقص 19 إلكترون فولت. في 10 أس ناقص 19 جول. دونك باش نحول من الإلكترون فولت لجول، دونك 1.6 دونك لا بليبار نعطيكم 1.6 في 10 أس ناقص 19. دونك هادو كاع لي تال من عندنا. دونك إلا حسبت الطاقة، إلا حسبت الطاقة بالإلكترون فولت ياك، يمكن لي نحولها لمن؟ للجول باستعمال هاد العلاقة هادي، صافي؟ وي شنو؟ نضربوها في هاد العدد هادي. دونك جوست كو إلا كنتي باغي تحسب الطاقة بالجول، الكتلة باش خصها تكون؟ كيلوغرام. دونك كيلوغرام والسرعة بيان سور، هادي سرعة الضوء، دونك المتر على سكوند، دونك متر سكوند موانزا صحيح. دونك اوكي، دونك هادشي الا خدينا الكتله بالكيلوغرام والسرعه ديال متر سكوند موزا غادي يكون طلعنا الطاقه باش بالجول. بالميجا الكترون فولت غادي نشوفوا في التطبيق كيفاش تعطينا، ياك؟ دونك نكتبوا يعبر في النظام العالمي للوحدات، يعبر عن النظام العالمي للوحدات، يعبر في النظام العالمي للوحدات عن الكتله ب يعبر عن النظام، يعبر في النظام العالمي للوحدة عن الكتلة بالكيلوغرام والطاقة بالجول. بالكيلوغرام والطاقة بالجول. نقطة، في الفيزياء النووية نستعمل الوحدات التالية، في الفيزياء النووية نستعمل الوحدات التالية. واحد بي إيكال 1.66 صفر صفر 5.4 في 10 أس ناقص 27 كيلوغرام. واحد أو دونك يونيتي أتوميك، وحدة الكتلة الذرية هي 1.6
6 0 0 54 10 اس ناقص 27 كيلوغرام. دونك الكترون فولت، 1 الكترون فولت دونك 1.6 0 جوج 1 8 10 اس ناقص 19 الجول. دونك 1 ميجا الكترون فولت هي 10 اس 6 الكترون فولت. دونك باقي لنا وحده هادي غادي هي اللي غنستعملو بزاف. دونك واحد U كتساوي 931.494 ميجا الكترون فولت بار سي او كاري. دونك ناخذوا هاد لي غولاسيون هادو غادي نشوفوا التطبيق ديالهم في اكزرسيس. هادو راه نقدروا نبينوهم ولكن عندنا علاش هو سي او كاري متر سكوند موان. سي هي متر سكوند موان السرعه في هاد الكور هذا. غادي ندرسوا النواة ياك نويدات. دونك شنو هي النواة؟ من ماذا تتكون النواة؟ بروتونات ونيوترونات. مزيان قرينا في جدع مشترك الا بغينا نحسبوا كتلة النواة. دونك قلتوا لي النواة هي بروتونات ونيوترونات ياك. دونك اذا كان الرمز ديال النواة هو اكس زد ا، الا بغيت نحسب كتلة النواة وي اكس زد ا وي كيفاش؟ ام كيفاش ام سيغ ام؟ كمية المادة هذه كتلة، كتلة النواة صافي؟ كتلة نواة ياك؟ النواة اشنو فيها؟ داخل قلنا بروتونات يعني شنو هي كتلة النواة؟ هي كتلة البروتونات زائد كتلة ياك ولا لا؟ بيسكو النواة فيها بروتونات ونيوترونات يعني هي كتلة البروتونات زائد كتلة النيوترونات. دونك هي شحال عدد البروتونات؟ عدد البروتونات شحال؟ زاد. دونك إلا كتلة بروتون واحد هي ام بي، كتلة نيوترون هي ام ان. دونك شحال هي كتلة البروتونات كاملين؟ زاد فوا ام بي ياك صحيح، زاد فوا ام بي. شحال كتلة النيوترونات؟ شحال عدد النيوترونات؟ ان. دونك شنو هي ان؟ عدد النيوترونات ا ناقص ا ناقص زد. دونك كتلة النيوترونات شنو هو؟ ان عدد النيوترونات فوق كتلة نيوترون واحد ياك السي ار جوا هنا. دونك كتلة النيوترونات، كتلة النيوترونات هي عدد النيوترونات فوق كتلة نيوترون واحد، كتلة البروتونات هي عدد البروتونات فوق كتلة بروتون واحد. دونك نورمالمون هذه كتلة النواة. إذا أون فيريفي هذا الشيء واش سي فري او با، نورمالمون هادشي لوجيك ياك. كتلة النواة هي كتلة بروتونات زائد كتلة نيوترونات. إذا نشوفوا هنايا